عمري هذا البيت. تفضلي. لو هشام هذا غلط، نحن عم نغلط. لك لا ما في غلط، مو نحن رح نتزوج؟ وين الغلط بالموضوع؟ انت عمري وحياتي وروحي انت. لا يا هشام نحن عم نغلط، ما بصير هيك، خليها لبعد الزواج على الاقل، ما بصير هيك. لك عمري وحياتي ورح تصيري ام ولادي، لسه خايفه مني؟ ايه ما اختلفنا، بس والله خايفه. نحن شو خايفه يا عمري؟ انا معك للموت. طيب والله خوف. مين هاد؟ مين ها؟ تعرفي؟ أنا بقدر أقتلكم أنتوا الاثنين من دون ما آخذ حكم ساعة واحدة. هذا مين؟ أخوي. هيك؟ هيك الثقة اللي أعطيتك إياها يا أختي؟ هيك بتخون الثقة؟ بكل أحوال ما راح أحكي معكم هلا. امشوا قدامي لشوف. امشوا قدامي! اخ يا امي، هي امانتك يا امي، لولا كلمتك والله كنت تصرفت معها غير تصرف. شفتها مع شاب على الكورنيش. شو؟ مثل ما عم بقول لك. والله الأطمع بروحة. لك بروك يا زلمة بروك، أنا عم بقول لك جاي عم بقول لك بدي حل مشكلة وأنت بدك تقوم تهتل ايش ما كله؟ خلينا نعرف شو نعمل يا رجل. لك تخبيص شو؟ ولك تروح أخسر شرفنا وعارنا، ولك أنت مجنون شي شايفه مع شاب ولسه بتقول لي طول بالك. لك فاهم حكي محمد، فاهم حكي كمان. لك حكي شو؟ أنت عم تحكي هيك؟ بقول لك أختك يا زلمة مع شاب ولسه بدك كان اهدى ولك بعد قدامي بعد. لك محمد خلص اهدى كرمال الله، فهمني بقى فهمني بروك، عود ما بدنا نتهور، خلينا نعرف شلون بدنا نعمل وشلون نحلها. السبب اللي فاهم شو رح تعمل رح يتهور. شو بدك يا نعمل مثلا؟ هيك نمرق نتفرج عليهم مثلا؟ وينهم هلا؟ وينهم؟ حطيتهم ببيت التاني. والله ما بعرف شو بدي اعمل، منين جابتنا هالبلا؟ والله العظيم ما بعرف، ما كنت متوقع اخطر تعمل فينا هيك. ولك شو عم تحكي انت؟ ولك ما في غير حل واحد، انه نذبحها ونشرب بندبها ونخلص منها، احسن ما ننفضح، هي اذا ما انفضحنا اصلا. لك انت ما بتعرف شو عملت هي فينا. لك خلاص انت يا زلمه، اصلا كل البلا منك يا زلمه، انت لو مالك ضحكان عن بنات الناس ومالك لعبان بالشرف العالم، ما كان الله جاب هالبلا عليك وعملها في اختك. لك شبك محمد والله العظيم كله منك، لسه عم تحكي؟ عجب شوف هلا كم اب وكم اخ حرقت قلبهم مثل ما هلا انت محروق قلبك. شفت شلون؟ حسيت؟ ديت نفس الطعم يا محمد؟ يا الله ولا ملوكي. طيب شو الحل هلا؟ شو بدنا نعمل بهالمصيبة؟ فعلا لو وصيت امك انا كنت ذبحتهم هنن على الشط، بس وصيت امك عندي غالي. قوم معي خلينا نروح. طمني يا بنت ابني، والله للسبب، بس
جيتا. بتعرفوا هلا انا بقدر اذبحكم واقتلكم بدون ما يصير لنا شيء؟ بتعرفوا انه انت اوسخ اثنين شفتهم بحياتي؟ اخ شو بتمني هيك اطلع بخوانيكم، بس مو مستاهله اني ابلي حالي وروح مستقبلي مشان اثنين وسخات وعندال. وانت هاي جزات ثقتنا فيكي يا أختي، هاي جزات ثقتي فيكي. بس ماشي عكلين لأنك أمانة أمي وأبوي، بس لهيك عندكن حلين، يا أما بطلع بروحكن بقتلكن هلا بأرضكن، يا أما زوجكن لبعض والقرار عندكن. معكن دقيقتين تفكروا بسرعة. خلص أخي، اللي بدكم يعملوا اللي بتشوفوا مناسب انتوا عملوا، ذاتا أنا بحبها يعني وبدي إياها ذاتا غصبا عنك، ما عندك غير الطريقة. لو بتحبها أصلا ما كنت حكت عليها. عكل نحن نادينا الشيخ هو جاي على الطريق، أوعك ثم أوعك أنت وياها يطلع برا الموضوع هذا. أنت اثنيناتكم وسخين ولقيتوا بعض، الوسخ الوسخ.